صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 40 لسنة 2023 بتعيين منسق عام ووكيل في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب كل من السيدة دينا أحمد عيسى الفايز منسقا عاما لشؤون مجلسي الشورى والنواب السيد خليل عبد الرسول حسن بوشيري وكيلا للوزارة